نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أمي كثيرة للحلف وتحلف على أي شيء ولو كان بسيطا وتحرمني من أشياء كثيرة، يقول ما نصيحتكم لها وفقكم الله، وما نصيحتكم لي في ذلك؟ أن تنصحها عن كثرة الحلف، لأن هذا منهي عنه، كثرة الحلف منهي عنها لأنها تدل على التهاون بالحلف. لا تحلف إلا عند الحاجة، عند الحاجة إلى الحلف تحلف. وأما أنت فتبر بها، تبر بيمينها، تستعين بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا حلفت عليك أن ترك طاعة أو عبادة فلا تطع، أما إذا حلفت عليك شيء مباح فتبر بها وتحسن إليها مع نصيحتها. نعم.